بسم الله. عودة للسكشن، غدا سكشن مرسوم. عايز اكبر المستوى الرياضي بتاعه بحيث اشوف الارضية تحت خالص. بلاقي ان كل ليفل من دول موجود معايا فعلا في الفلور بلان. تمام. طيب انا عايز اعمل واحد جديد بحيث يبقى قاطع لي حتة مثلا هنا، عايز اشوف حاجة موجودة فيها. بعلم على اي فلور بلان، تمام، بلاقيه مقفول هنا، بروح اشيل علامة القفلة ديت. تمام ماشي. الفلور بلان دوت هسحبه لفوق بس وانا دايس كنترول عشان ابقى واخد منه كوبي. لاحظ هو بيرسم لي خط بحيث ايه يجيبها لي بالظبط. كده انا عملت ليفل سميته، هو سماه ليفل 6. انا عايز مثلا اشوف انا عايز اسميه ايه، اسميه مثلا ارش اي ار سي اتش ارش واحد زي ما انا عايز. 1195، طب خليها 1200 عشان تبقى ارقام قريبة يعني. ماشي. بلاحظ حاجة، ان كل الفلور بلان اللي كله واخد لون ازرق اللي هو مرتبط بالفلور بلان، ما عدا ده واخد لون اسود للدلالة ان هو مش مرتبط باي فلور بلان. طيب انا خلاص استقريت على دوت وعايز اخليه فلور بلان. بروح لفيو، من بلان فيو بقول له اعمل لي فلور بلان، بيجيب لي الحاجات اللي هي ما اتعملهاش فلور بلان قبل كده. طيب انا عايز اعمل بلان من بلان موجود فعلا، بشيل العلامة من دوبليكيتد دي، بيجيب لي كله. انا دلوقتي مش عايز غير الحاجات اللي هي متعملهاش قبل كده. بختار ارش واحد ديت واختار السكيل زي ما انا عايز، بقول له اوكي. اه عمل لي فعلا واحد اهوت. ولاحظ ان ما فيش شغل تكييف لان القصر ما كانش فيه شغل تكييف. ارجع تاني للسكشن، اه ده لونه بقى ازرق. ليه؟ خلاص هو بقى ليه فلور بليد فلونه بيبقى ازرق. عمرو سليم.